النور من التجزئة الخضراء، مساء النور من قهوة جزيرة الخضراء. نقترب من كشك المرحوم عصام، هنا شارع قرون نافع، هنا أبو سلام مر علالة. من الخضراء الحي النهضة اقتربت الشمس من الغروب. لجنة كاستية على اليمين، حي النهضة مدرسة مدينة تونس على اليسار. هذه العرائش ترحب بكم. خياط ماليزيا هنا اليسار، كاين شي تويشيات حليوات تيبان حرشة. قبل ما ندورو نعاودو لمسجد النعمان، حلاقة نور على نور. والخضرة شو الفنون، المسجد المبارك مسجد النعمان بتجزئة النعمان، ثانوية إعدادية الحسن الثاني بشارع القاهرة، مدرسة فرصة ثانية للجيل الجديد المستقبل، شارع القاهرة مقهور. والله إلا مقهور، كلهم دقدق يا خوتي، كلهم طحون. مدرسة الإمام الغزالي، هذه إمام معكم من العريش، وإلا سافرنا راه كنصور لكم عاوتاني المدينة اللي مشيناها. هنا وهناك، المهم رحنا 99% تلمية في المية احنا في الشمال. شوفوا الارض اخوتي، شوفوا ملي كطيح ديك الشتا الاولى شنو كيوقع. شوف الطريق الكارثية، شارع القاهرة مقهور، القاهرة مسكين، شوف كارثة. انتقلنا لشارع حسن العريشي اللي كينتهي بالمستشفى مباشرة، حي الوفاء، الغرفة الفلاحية اللي نجي لطنجة تطوان العريش، هي الغرفة. قرينا هذا الصباح في الصحف الإلكترونية تحرير الملك العام في شعبان 1، والعقبال الباقي المدينة. الله يجيب تيسير كل واحد، ولكن السيبة لا، السيبة والفوضى لا، وغيها لا طبي ولعب. شارع الجيش الملكي، صيدلية المستشفى، ها هي مختبر التحليلات الطبية مقابل مستشفى لالة مريم، كذلك كاين مختبر التحليلات الطبية في ساحة التحرير، شارع مولاي محمد عبد الله، كذلك الدكتور هشام إقامة أبراج دبي. سي هشام راه من المتابعين ديال القناة وديال الصفحة، مشكورا. عنده مختبر بيولار لإقامة أبراج دبي، شارع عمر بن عبد العزيز. طاكسي مكتوب فيه أغلق الباب بهدوء وعيش وما تحضيش، واللور مرة مكتوب وقوف متكرر. هذه مهمة، يعني ردوا البال، وسائل النقل اللي موراه أنه أي لحظة غادي يوقف. سيدي حب ساحة مكة، هي هي ساحة مكة، كلنا كنعرفوها. اليوم الجمعة، غدا إن شاء الله السبت، بحول الله وقوته، ومن ساحة مكة إلى زنقة تيزنيت. الزنقة تخرجنا مباشرة لشارع إدريس أزهر، هذا مطعم عمي بهيجة، هو على اليمين ديالي، أحد المطاعم إلا بغيتو. مديرية ديال المياه والغابات راه هاهي في الأفق جهة الغروب الجميل. هذه مركز حماية الطفولة، هاهي هذا شارع إدريس الأزهر اللي قلت لكم، راه كينزل حتى تلاقى مع جاكرتا، تيتلاقى مع شارع جاكرتا اللي حي الناظور يعني. تحية الأحباب اللي كيتابعونا كلهم، شكرا لكم جزيل الشكر والامتنان على المتابعة وعلى الدعم وعلى الاهتمام. شكرا لكل الناس اللي كيبارطاجيو، شكرا لكل الناس اللي كيبارطاجيو، شكرا للناس اللي كيديروا جيم اللي كيعلقوا كذلك كيفما كان التعليق، شكرا لكم. حنا علينا بالمسارية، انتم عليكم الدعم.
شكرا لكل من يدعمنا لتستمر هذه القناة والمتعة زيارة كل مرافق المدينة بحول الله. وهذا مسكين الغابة، غالبا لا حديث من يد العريس إلا على الغابة، خصوصا الغابة هذه غابة لايكيكا المجانبة الحي الناظر، قطع الأشجار، رمي النفايات، كل شيء كيهضر ولكن لا مجيب. نحافظوا على الهواء النقي، نحافظوا على هذا المنتوج كتفتخر به المدينة. هنا كاين بعض الألعاب الرياضة، هنا شيء جميل اللي مشى هاد المتنفس مشات الحياة اخوتي. نصف العرائش راه غابة، الجهة لتحت جهة المحيط راه مبقاتش غابة تما، وجهة حي الناصر واحد الشيء زعما لا حول ولا قوة إلا بالله. الرئة المدينة تتخرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. بحال دابا مثلا هادي علاش غتهرسك؟ علاش هادي علاش غتقطع؟ ومقابل الكلية كذلك هناك أشجار مشتتة، اعتداء على الطبيعة. علاش الناس مصورين كارو غادي بالشجر خارج من الغابة؟ فين غادي؟ فين منين؟ علاش خديتي ديك الشجر؟ علاش قطعتيه؟ فين غادي بهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنا نهتموا بالغابة، غنشوفوا هاد المهازل، كرسي مشى على آخره، الآخر عاوتاني كرسي وطابلة من أسمنت مشى. هذا لاباس، هذا راه قوي، هذا قوة الله سبحانه وتعالى، يد الإجرام لم تصل إليه. راه نشوفوا هذا الأطراف ديالو مشاو، بقات غير مسح المسطح. هذاك راه هو اللي كلف لك اللون العجيب، مشى. هذا القاعدة مشات، كانوا كيشوفوا تحت من السردين المشكل ديالو. راه الآخر عاوتاني حتى هو طار، الآخر عاوتاني مشى. ومنا على التخريب أخوتي، الملعب مسكين شو كيما كيجدر، الملعب الاخر شويه باقي فيه الضو. شو جدر الاشجار في الارض على هادشي، بيني وبينكم كملوا عليهم ديوهم فرارا ولا ضاعوا ضاعوا. قهوه خوتي كانت هنا، كتعقلوا قهوه كانت فينا، حرقوها صبحت واحد الصباح محروقه. علاش هاد الاعتداء؟ ولاد العريشه هما تقهوه هنا وتمتعوا هنا، ولكن بين عشية وضحاها